أهلا بكم. يبدأ العام الجديد في الجزائر بفرقعة سياسية مدوية. الوزير الأول الجزائري السابق أحمد أوياحيا يستقيل من الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، ويفجر معه أسئلة كثيرة وتأويلات متعددة. ماذا يطبخ في مخابر السلطة الجزائرية بعد استقالة أو الإطاحة بأوياحيا؟ هل اختار أوياحيا فعلا رمي قبعة الأرندي بمحض إرادته؟ أم أن ساحرة أو بالأحرى سحرة الأمر الواقع هم من أخرجوه من القبعة تماما كما تخرج الأرانب من قبعات السحرة؟ هل خروج أوياحيا من المشهد خروج نهائي أو نهائي بالأحرى؟ هل هو خروج نهائي من العرض أو الشو الأكبر للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ أم أن خروجه ليس إلا تكتيكا أو تشويقا دراميا لمسرحية مفصولة الإخراج والسيناريو كما جرت العادة في الجزائر؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول التوقف عندها في حلقة اليوم من الحدث المغاربي. لمناقشة لقراءة المشهد السياسي الجزائري بعد استقالة أوياحيا والتوقف عند هذا السؤال الكبير، ماذا يطبخ في مخابر السلطة الجزائرية بعد الإطاحة بين قوسين بأوياحيا؟ نبدأ بداية مع الأستاذ جمال الدين بن شنوف الإعلامي الجزائري المستقل عبر خدمة سكايب من فرنسا. جمال الدين بن شنوف، ماذا في اعتقادك ماذا يطبخ في مخابر السلطة الجزائرية مع هذه الإطاحة؟ طبعا أوياحيا يقول استقالة، البعض يقول بأنها إطاحة بأوياحيا، ماذا يحدث؟ هو على كل حال كاين قراءات عديدة اليوم في الساحة. أنا شخصيا نظن باللي أوياحيا حب يجدد التكتيك اللي استعملوا في 2002، شو عليها هو يعني باش نذكروا باللي أوياحيا راهو 13 سنة هو على رأس الأرندي، وباللي هو اللي كان يعني المؤسس الحقيقي تاع التزوير هذاك اللي نعرفوه تاع 97 اللي خلى الارندي رجعت اول قوه بين قوسين سياسيه تاع البلاد. في 2002 باش نذكر كاين جماعه شريف رحماني في ذاك الوقت حبوا يزعزعوا به الكرسي باش يدزوه لبرا. واش دار؟ تكشي هو ما عندوش نفس التكتيك كيما بالخادم تاع كر وفر تاع الجماعه ينطروا فيه، هو متعنق الكرسي ويزعبط برجليه ويحيى اذكى ولا ربما تكتيكي على بالخادم. واش دار في 2002؟ قال لهم ما كانش مشكل تحبونا نروح، انا نروح بفخر واعتزاز، انا مانيش من الناس اللي يعنقوا الكرسي. وشي قبل ما يدير الاستقالة نتاعو زعما بعثها للرئيس بوتفليقة اللي هذاك الوقت بدا يرزن على الكرسي، وبعثها للجماعة اللي كانوا معاه مع بوتفليقة مع ويحيى عفو في الوقت هذاك اللي كانوا مازال عندهم وزن، جماعة الدي ار اس تاع الوقت هذاك، زعما خوتو الكبار حب يعلمهم قبل ما يمشي. بيان سور بوتفليقه قالوا نو ما كانش منها ما يروحش. ثم جماعه تاع الدراس كيف قالوا ما يروحش، شريف رحماني وصحابه ضربوا بها سكته ودخلوا في العشاء. انا نظن باللي هذا الخطره ثاني حب يدير نفس الشيء، وجريده لوسوار في يعني تحليل جيد تخبرنا باللي ويحيى في الحقيقه 48 ساعة قبل ما الاستقالة تولي علنية
كان بعث نسخة يعني باش يعلم الرئيس، بعثها له وانتظر قاعد يستنى باش يسيب بوتفليقة، يقول له لا ما تروحش. بوتفليقة ضرب فيها سكتة. دونك ويحيى فهم باللي القضية ما بقاتش كيما بكري، والأوزان نتاعو ما بقاتش كيما بكري. دونك واش دار؟ عرف روحه باللي دار غلطة تكتيكية، ولكن حاول يسترجع نوعا ما. واش دار قبل ما يروح؟ أو بعث من بعد لا ديميسيون للمناظرين نتاعو للسلطات تاع لارندي، ولكن في نفس الشيء كتب باللي كورديناتور تاع كل الولايات تاع لارندي باش يوجدوا رواحهم في المؤتمر اللي جاي باش يدخلوا بقوة، خاطرش باقي يأمل باش يرجع لولندي، ولكن يرجع من الباب الواسع. هذه قراءتي على كل. ولهذا ربما اليوم حتى الأعضاء التقويمية التي يقودها جيدوم طبعا طلبوه بالاستقالة يعني الفعلية، يعني لا، لأنهم يعتقدون أنه يناور، كما ينقل موقع تو سور لالجيري اليوم يقول بأنه هؤلاء التقويميون يشكون في أنه يحيى في الحقيقة يناور، لأنه يحيى لم يستقيل عمليا، يعني قال أنه سيستقيل فعليا ابتداء من 15 من هذا الشهر. بالطبع بالطبع، هو أعطاهم استقالة يعني رسمية، ولكن هذا ما يمنعش بالأخص في أحزاب وفي قوى كما الهرندي هذه اللي ركبة في ذاتها ركبة على الكذب وعلى الصفصيت وعلى الحيل، وناس هذم محنكين في الحيلة وفي الغدر، ما يعني ما يمنعش، ما يمنعش انه يدير استقالة وتبقى باللي يطمح برجوع من الباب الكبير. خاطرش هو ادرى من الناس كل العقلية اللي تسود في الحزب نتاعو، والحزب نتاعو نقدروا نقولوا الناس كل على بالها والجزائريين كل على بالها باللي العقلية اللي تسود في الحزب هذه مش عقلية تاع ناس يعني مخلصين، تاع ناس يمشوا قد قد على كل حال، ناس تاع حيلة تاع حيل تاع محنكين تاع. طيب ولكن هناك من، ولكن هناك قرار يقولوا نعم. بها البعض، ولكن انا ما نامنش بها، هو انه عطاو بعض الضمانات ويحيى بعد ما هو عطى الضمانات باللي الرئاسية تاع 2014 موش ينتظر فيها، يقولوا عطاوه ضمانات باش يعود هو رئيس مجلس الشيوخ لو سينا، يعني ويكون هناك تغيير في المناصب. طبعا رئيس المجلس الامه بن صالح يرشح لخلافه يحيى على راس الهرندي، يعني تبادل مواقع. ولكن هناك من قال انه ربما ايضا خروج يحيى اعاده رسم سيناريو ربما حتى درامي تشويقي، ربما سيعود بطلا في الرئاسيات المقبله، يعني هل هذا ممكن؟ في حال هو من الناس اللي راه هذا السيناريو، راه انا متيقن باللي هذا السيناريو راه في راسه، وهذا هو الامل نتاعو على كل حال. ولو انا نظن باللي واحد كيما هو يحيى، اللي ناس اللي ادرى الشيء اللي يصرى في دار الغول كيما نقولوا حنا، انا نظن باللي هو يحيى ما يطمحش في الرئاسيه تاع 2014، خاطرك شي الله اعلم على باله بالجماعة يتوجد في عهدة رابعة لعبد العزيز بوتفليقة. في الحقيقة اللي باش نقولوها يعني بصراحة، لعبد العزيز بوتفليقة اللي راح يكون الفيترينا نتاع سعيد بوتفليقة. طيب دار الغول كما كنت تقول، هناك من يقول أن الغول ربما أكل أو يحيى، ربما الضحية المقبلة بالخادم سيتم إنهاء بعد هذا الغول. ربما هناك من يحلل يقول انه بعد وضع حد للحياه السياسيه بين قوسين لأيحيى سياتي الدور لانهاء الخدمه لبالخادم، وربما حتى هناك من يقول ربما كسر جره ابو جره في حمص. ما رايك؟ هل تتفق مع هذا التحليل في اطار اعاده رسم الخارطه السياسيه في الجزائر؟ جاي بالخادم وبو جره ثاني، ولكن هذا ما يعنيش باللي هذا الناس هذم يعني اذا نوزنوا التوازنات السياسيه اللي في الساحه يعني بتريبيوشي كما يقولوا بالقوريه بميزان من الذهب، هذ الناس هذم ما لازمش نفقدوا الراي باللي هذ الناس ما يوزنوش الحقيقه، يوزنوا واش يكون القرار نتاع الناس اللي في الحلقه الاولى تاع النظام. الناس هذم لما يعينوا
شكون يقول يكون الرئيس هذاك الوقت كل شيء اللي ما يجي ثانوي. طب ولكن هنا يقال، ولكن يقال انه ويحيى، يقال انه ويحيى الفتى المدلل لدى هذه الحلقه الضيقه، ما الذي تغير يعني؟ هذا هو السؤال. جوستومون هذا الشيء يعني اللي الشيء اللي تغير، تغير الشيء بزاف واللي الناس ما شعروش به جوستومون. خطرك شيء حتى يحيى في ذاته، في ذاته يعني تاخر باش يفيق باللي الامور تغيرت بزاف، ما بقاتش كما كان سي يحيى المدلل في التسعينات اللي كانوا يشوفوه الناس ديجا هو الرئيس، يعني عنده مكتوب وطني كما يقولوا، عنده الامور تغيرت. خطرش الناس اللي كان باني عليهم المستقبل نتاعو راحوا تشتوا ومشاو ما بقاوش. اليوم اليوم لربما حتى الناس اللي بقاو في النظام في الحلقه الاولى اللي كانوا معاه في التسعينات اول الفيل، حتى هذوك الناس غيروا الاتجاه نتاعهم. ابقى مع امور واحده اخرى تغيرت، ابقى معنا 10 ولا 12 جنرالات اللي هما يقروا. الحلقه الاولى تبدلت تماما. سنعود ربما بالتفصيل لهذا التغير في الحلقه ربما الاولى والحلقات ربما الحاشيه المحاطه بهذه الحلقه. يبقى معنا جمال الدين بن شنوف، لو سمحت ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر دكتور بوجمعه هشور الوزير السابق والقيادي في جبهه التحرير الوطني. طبعا الحديث دكتور بوجمعه انكم سعداء بعد الإطاحة بيحيى في الهرندي، تعتقدون بأنه الآن سقط الثور الأول؟ وربما هناك من يقول بأنه بدأت حتى زردة واحتفال بسقوط الثور الثاني، يعني طبعا رئيس أو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني سيد عبد العزيز بن خادم. والله يا أخي أولا شاكر لكم الحصة. في البداية أود أن أقول أن نقدين بين السيد ويحيى والسيد بالخادم، على أساس أن ويحيى لديه ثقافة الدولة وله الذكاء السياسي الكامل، عندما لم يدخل أجنحة لرندي في اصطدامات ما بينهم، العكس ما بالنسبة لبالخادم، لو كانت عنده شوية شهامة وشوية يعني عفة سياسية لكان في 15 جوان يقدم استقالته حتى ما يوقعش اصطدام بين مناضلين العائلة الواحدة. ولهذا أظن أن السيد يحيى أو استقالة السيد يحيى هي جواب على من يريد أن يقسم الحزب لرندي وابتعد على كل صراعات وابتعد على كل اصطدامات. أما بالخادم العكس ذلك، بالخادم لا يزال والرفقاء اللي معاه في المكتب السياسي لا يزالون إلى حد الآن يرجحون الاصطدام، حيث احد من اعضاء المكتب السياسي راح احد يقول راهم يمضيوا في الاموات باش يديروا العنف في الدوره العاديه السابعه في نهايه الشهر هذا. وهذا جبهه التحرير الوطني ابدا ان كانت جبهه نتاع عنف، كان جبهه نتاع حوار، تاع جدل فكري سياسي، تاع اطروحات والراي والراي المخالف. وهذا ما أعبنا على بالخادم منذ أن أشرنا إليه الانحراف نتاعو المبدئي، سواء كان سياسي سواء كان عقائدي سواء كان تسييري. يعني أنت تعتقد أنه بالخادم لن يرمي المنشفة بسهولة مثل ما رماها ويحيى، وربما أنتم مستعدون لمعركة ليس فقط بالأيدي، يعني ملاكمة في الحلبة، بينما ما مثل ما كنت تقول ربما بالسيوف. احنا رجالات سياسة لدينا الحكمة والتبصر لنتحاور ونتراشق بالأفكار وبالأطروحات، وإذا بالخادم والجماعة اللي
كانت سبب في الأزمة تاع جبهة التحرير الوطني، وهم معه. أنا لا أدري، لا أدري، عندما البعض منهم يقولوا باللي منهم يطلبوا من أعضاء مكتب سياسي باب الخادم يستقيل، ولكن هم راهم جزر يتجزأ من الخراب والأزمة اللي يعيشوا فيها في جبهة التحرير الوطني. وإذا كان الأمر بالنسبة للقانون والنظام الداخلي، الأمين العام هو اللي جابهم في المكتب السياسي وهو اللي عينهم، كيفاه يطلبوا منه هو؟ هما راهم كانوا جزء لا يتجزأ من الطبخة نتاع جبهة التحرير الوطني في الانتخابات منذ المؤتمر التاسع إلى يومنا هذا. طيب طيب، الطبخة هل ولكن هناك من يقول أن هناك طبخة ربما أكبر من بالخادم ومن الأفلان، تعد في مخبر خاص يعده طابخ معروف هو الذي يطبخ المشهد السياسي في الجزائر، وسيناريو قال بأنه أنتم طبعا جزء من هذه الطبخة تحركون للإطاحة الآن بالخادم، ما رأيك؟ كانت لي فرصة وأنا أتحدث عن هذا الأمر. نحن مناضلين لدينا قناعة سياسية، وعندما أخذنا المواقف لا أحد يحركنا، أنا بالنسبة إلي لا أحد يحركني. هذه قناعات سياسية أخذتها كمناضل عقائدي ينتمي إلى جبهة التحرير الوطني من 1966 إلى يومنا هذا. ولهذا إذا كانت مخابر في جهة خلاف الله يسهل، أنا بالنسبة إلي رأينا في بالخادم يعني يجسد الانحراف، يجسد تعدي على القيم الديمقراطية في حياة حزب، يجسد الفساد بأتمل معنى الكلمة، ولهذا قمنا ضده. طيب، وفي اعتقادك في الأخير دكتور بوجمعة، الأمور أين تمضي؟ طبعا هناك، هل شاركت أولا في اجتماع اليوم التقويميين؟ لا، أنا لا أشارك في اجتماعات اللي يكونوا خارجين المقرات الحزب، هذا موقف من عندي أنا. أنا أساهم في جدل الفكري والسياسي داخل مقرات الحزب أو داخل الهيئات القانونية. طيب، في اعتقادك الآن طبعا أنتم طلبتم من الرئيس بوتفليقة حتى التدخل لإزاحة بالخادم، وأيضا في المقابل المتحدث باسم الأفلان سيد قاسع عيسي تنقل عنه الخبر قال بأنه ليس أنه الحزب لن يتأثر بعدوى استقالة يحيى، يعني أنه بالخادم باقي في منصبه، ويقول يعني بتعبير شعبي أن حزبه وأن الأفلان يمتلك التلقيح وحتى الحجاب، يعني حتى مدير الحجاب، يعني حتى لو عملتم له أي عملا بين قوسين لن تستطيعوا. أنت الذي نسب إليك تصريح قلت بأنه بالخادم مستعد حتى للقيام بأعمال شيطانية كما ذكرت في صحيفة جزائرية. نعم، نعم، نعم. للبقاء في السلطة. في بالي أرجوك، يعني بالخادم له خطاب مزدوج وساعات ثلاثية الأوجه. في بالخادم على مستوى الرأي العام قال أنا ما نتحركش إلا إذا أشار إلي الرئيس، لكن رئيس الجمهورية كرئيس الحزب ما يتدخلش في الشأن الداخلي تاع حراك في داخل جبهة التحرير الوطني. والأمين العام هذا بالخادم ما معينوش رئيس الحزب، عيناته الهيئة ما بين مؤتمرين وهي اللجنة المركزية، ولهذا لازم يرجع لها، وإذا يعني شافت باش تسحب منه الثقة تسحب منه الثقة. الرئيس ما تدخل في الأمور الداخلية الحزب إلى يومنا هذا. وفيما يخص سي بالخادم على أساس أن زميله في حزب الأرندي يعني قدم استقالة، أنا شخصيا أرى في استقالة سي ويحيى موقف شجاع سياسي نتاع ذكاء سياسي في أتمل معنى الكلمة. دكتور بوجمعة هيشور، ما يدخلش الاصطدام في داخل صفوف الأرندي، هذا ما فهمت. العكس ما قام به، ولا زال يفكر باش يدير اصطدام ثاني في أواخر الشهر هذا بمناسبة الدورة العادية للجنة المركزية في أواخر شهر يناير. دكتور بوجمعة هيشور، الوزير السابق والقيادي في جبهة التحرير الوطني، شكرا
جزيلا لك. وينضم إلينا الآن من الجزائر شيخ أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم حبس. دكتور أو شيخ أبو جرة، طبعا التحليلات تقول في الجزائر أنه رياح التغيير هبت أطاحت بيحيى، حديث أنه الضحية المقبلة ربما بالخادم، وحديث عن حتى عن شيخ أبو جرة سلطاني كضحية مقبلة لهذه الطبخة التي تطبخ فيما يسمى مخابر السلطة، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعتقد الضحية في الجزائر ليس يحيى أو بالخادم أو أبو جرة. الضحية في الجزائر الديمقراطية، الضحية في الجزائر الحريات، الضحية في الجزائر هو الطموح الشعبي الذي كان الرأي العام يتطلع أن يبني بنفسه ديمقراطية شفافة يمارس فيها الشعب حقوقه، ويتطلع إلى أن تكون الجزائر في مستوى ما كان يحلم به شهداؤنا لما قروا في بين أو نوفمبر أنهم يريدون أولا تحرير الجزائر، وثانيا يريدون أن يبنوا جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية. لكن الذي حصل للأسف الشديد بعد 50 عام أن هذا الطموح التاريخي لم يتحقق، وأن الذي أو أن الذين قادوا الحكومات المتتالية وحتى الدولة الوطنية أمكن أن ينجزوا بعض ما يمكن أن ينجز في الجانب أو في الشق المادي، لكن في الجانب المعنوي، الجانب القيمي، جانب المبادئ والثوابت والقيم التي نعتز بها كجزائريين وكمسلمين تمت دحرجتها إلى حضيض كبير، حتى صرنا اليوم لا نملك أن نتحدث عن ديمقراطية في الجزائر ولا عن انتخابات في الجزائر، وصار كل شيء يصنع أو يطبخ في مخابر يتحدث الناس عنها من أنها في مواقع هنا أو هناك. هذا الأمر بمقدار ما يؤسفنا ويؤلمنا كأشخاص، فإنه يؤلمنا ويؤسفنا كرأي عام، رأي عام جزائري يعيش العالم كله تحولات ديمقراطية وتحولات شفافة ويبني دولة الحق والقانون والحكم الراشد، وتتقدم الشعوب لتقر ما ينبغي أن تقرره في الوقت الذي ما نزل فيه نحن نتحدث عن مؤامرات وتصفيات. طيب شيخ أبو جرة السلطاني الذي يستمع إليك كأنه يستمع إلى محلل سياسي، يعني ليس إلى شخصية سياسية لها وزنها، كانت ضمن التحالف الرئاسي، رئيس حركة لها تاريخها، وأسئلة تطرح حوت حتى على يعني بشكل صريح، يعني وأنت تحب الصراحة، على مصيرك رئيسا لهذه الحركة حمص. لا، بالنسبة لي كرئيس لحركة مجتمع السلم هذا لا يطرح إشكال، لأن حركة مجتمع السلم برغم ما حصل فيها من انشقاقات تعرف نوع من القرار السيد داخل مؤسساتها، يعني نحن لسنا مرتبطين بجهة أو بجهة أخرى، وحينما تنعقد دورة من الشورى الوطني في 17 و18 و19 جونفي الجاري سوف نتداول الأمر وسوف نقرر ما ينبغي أن يكون، لكن حركة مجتمع السلم تبقى جزء في الحراك السياسي الجزائري، ويستحيل أن تصنع بنفسها ديمقراطية أو أن تصنع بنفسها حريات أو أن تصنع وحدها بناء ديمقراطي يمكن أن نفخر به في الجزائر. أنا لا أتحدث كما تقول أنت بوصف محلل، أنا أصف. طيب أنا طيب أحلل ما حصل. طيب سؤال أخير، أنا أعرفك شيخ تحب الصراحة في اعتقادك في هذا الاجتماع الأخير في هذا العام المقبل، طبعا مع حرب المواقع للرئاسيات المقبلة سيبقى أبو جرة في حمص ولن يجرؤ أحد على كسر جرته. والله هذا أمر سوف أقرره أمام مجلس الشورى الوطني المقبل، وسوف يتقرر نهائيا في المؤتمر الذي نأمل أن ينعقد في السداسي الأول من هذه السنة. ولن أكون سعيدا بأن يفكر أحد بتعبيرك أنت في كسر جرتي. أنا أحترم جرتي وأحترم مساري وأحترم الناس الذين أشتغل معهم، وأقدر عاليا المسافة الزمنية التي قطعناها مع بعضنا البعض خلال 10 سنوات، وحينما أحس مجرد إحساس، مجرد شعور، خليني نقول بالجزائرية، إذا شميت أي
لا رغبة في أن أستمر، سوف لن أستمر، لست مصرا على أن أبقى، ولست راغبا في أن أستمر في أجواء ليست ديمقراطية وليست حريات. الإنسان يقدم جهده ويبذل ما يمكن أن يبذل من اجتهادات سياسية من أجل أن يضيف جديد. أما إذا كان يبقى لمجرد أنه يبقى رئيس لمجرد أنه يحمل في السي في نتاعه أو في بطاقة الزيارات الكارت فيزيت أنه رئيس، هذا لا يشرفني أن أظل هكذا حبر على ورق أو أظل هكذا مجرد صورة. فداخل مؤسسة الحركة سوف يكون لي الفرصة أن أعبر عن قناعاتي الكاملة، ولكن مرة أخرى أقول الذي يحصل بهذه الصور لا يخدم الديمقراطية في الجزائر، لا يخدم الحريات، ولا يخدم كذلك ما ينبغي أن يكون طموح للشباب في الذكرى الخمسين التي كنا نامل أن تكون إضافة أخرى وطموح آخر. أقول بكل صدق وصراحة نحن أجلنا إصلاحاتنا وأجلنا بين قوسين ربيعنا الجزائري، ولعل هذا التأجيل حينما يتراكم سوف لن يستطيع أحد أن يزحزحه إلا بالكثير من الجهد الذي ينبغي أن يبذل وتتحمل كل جهة المسؤوليات. يعني شيخ أبو جرة سلطاني رئيس حمص، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى جمال الدين بن شنوف الإعلامي الجزائري المستقل عبر خدمة سكايب في فرنسا. جمال الدين، كنت تستمع إلى هذا الكلام، أبو جرة سلطاني يقول يعني الأمر لا يتعلق به شخصيا ولا بالخادم ولا بيحيى، إنما الضحية في اعتقاده لعمل السحرة هذا إن صح التعبير الديمقراطية في الجزائر. كنت نسمع يا أخي كريم، كنت نسمع للأسف الشديد، يعني والله الأيام قاسية وتضر بزاف، يعني الشعب الجزائري مسكين والله ما يستاهل الشيء اللي راهو يصرى له. يعني سي بوجرة، يعني مع كل احتراماتي انت، انا نعرف العائله نتاعو في تبسها ونحترمها ونحترمه هو من وجه العائله نتاعو، ولكن للاسف الشديد نذكروا سي بوجرة سلطاني اللي يتكلم لنا اليوم على الديمقراطيه والحريات وكذا، باللي البارح كان مكون تحالف مع ابشع ناس، ابشع سياسيين، ابشع عملاء اللي تسلطوا على هذا الشعب، هذا كان مدير معاهم تحالف وهو في ذاته وفي حزبه، ولا حزب زعما اسلامي، يعني اسلامي ذاك العيب هذاك، يعني ولا حزب تاع الترابنديزم. لا طيب جمال الدين هو ليس معنا، لم يبقى معنا في الخط. لو سمحت جمال الدين، هو لم يبقى معنا ليرد على كلامك، ولكن ربما هو الرجل كان يقول أنه طبعا ضمن سياسيين آخرين كانوا ربما يعتقدون بأنه ذلك التحالف وتلك المساعي كانت تخدم الجزائر. يعني وش يقول بالقورية، يقولوا كلمة باهية ما يعني نحاول نترجمها، يقولوا اللي يجي من بعيد يقدر يكذب، تكشي ما كانش اللي يقول له، لما تتكلم وحدك في الميدان وما كانش اللي يخالفك في الرأي وما كانش اللي يحبسك يقول لك وراك رايح سي عندك تكذب، تسمى تقدر تقول واش تحب. احنا الجزائريين البوسطاء، الناس اللي ولاد الشعب، نعرفوا واش هي حماس، ونعرفوا واش هي فلان، ونعرفوا واش هي الرندي. علاه شكون من الجزائريين اللي ما يعرفش باللي الارندي تخلق بين عشيه وضحاها، باللي بالافرود اكبر تزوير عرفوا التاريخ تاع الجزائر في بلاد لافرود، في بلاد التزوير صبح اول قوه، يعني خطفوا حتى من الشرعيه حتى من حق الجزائريين باش يختاروا الممثلين تاعهم، نزعوها منهم وفي وجهار في النهار، ما كانش اللي ما يعلمش هذا الشيء. لا فلان تاع بالخادم على فلان تاع بن مهيدي ربي يرحمه، تاع بن بورعيد ربي يرحمه، تاع صحابهم ربي يرحمهم، تاع سيايت احمد لما كان سيايت احمد وقف، لا واش يجي بالذبانه للنشوره. دروك لازم نهضروا الامور كيما راهي باش الشعب هذا يفهم وراه رايح ويختار. بصح لما تجيد هو انتك مغلطه وضرب له بكره تاع البنج انستيزي توتال، وشاريه بدراهمه شاريه باش ما يفيقش بلي راك مديه للوالد، ثم تجي تكذب عليه وتقابله وتقول له الديمقراطيه والحريات وللاسف، وتدير يعني تتنهد، يعني تتنفس زوج وراك متاسف، كاسك صافي دير صافي.
وزيد بزيادة السيد اللي تكلمنا على الديمقراطية والحريات، علاه ما يعرفش هو حقيقة النظام في الوقت وين كان في التحالف هذا تاع مع جماعة، ما يعرفش حقيقة النظام، ما يعرفش شكون الحقيقة اللي يعينوا الرئيس. حقيقة النظام طبعا جمال الدين بن شنوف أشرت إلى في تحليلك في البداية، أشرت عن حقيقة النظام، قلت بأن الأمور تغيرت. ما الذي تغير؟ قلت بأنه يحيى تغيرت الأمور. طبعا ما الذي تغير؟ هل فعلا طبعا أنت من أصحاب التحليل الذي يقول بأنه مافيا المال أصبحت لها السلطة الأعلى والصوت الأعلى، هل لهذه المافيا أيضا علاقة باستقالة يحيى؟ طبعا يحيى قال في تصريح قبل أشهر فقط بأنه المافيا هي التي أصبحت تدير البلاد. أسمع منك بعد الفاصل لو سمحت، تبقى معنا جمال الدين بن شنوف، فاصل قصير ثم نعود لنسمع الإجابة منك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود لمتابعة النقاش، فأرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي، أتيكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. نتساءل فيه ماذا يطبخ في مخابر السلطة الجزائرية بعد استقالة أو الإطاحة بيحيى. معنا عبر خدمة سكايب جمال الدين بن شنوف الإعلامي الجزائري المستقل. كنت سألتك قبل الفاصل جمال الدين بن شنوف، ما الذي تغير؟ أنت تقول بأن الأمور تغيرت، ربما لهذا ربما يحيى اختلطت عليه الحسابات، تغير الوضع. طبعا ويحيى قال تصريحا مثيرا قبل فترة بأن المافيا هي التي تدير البلاد، وأنت من الذين يعتقدون أن المافيا أصبح لها اليد العليا، المافيا المالية أصبح لها اليد العليا، هل في اعتقادك لها علاقة بالإطاحة بيحيى؟ ربما هي التي أطاحت فعليا بيحيى عكس ربما ما يتردد من مراكز القرار التقليدية في الجزائر. حقيقة يعني أنا نحاول نجاوبك من جانبين. هو الجانب الأول يعني ويحيى لما كان يهضر على المافيا وكذا كان عن صدق، يعني مش غلط. وشي حاجة اللي ما قالها الناس هو أنه هو يهضر على المافيا اللي ضد المافيا نتاعو، خطرش في الدائرة الثانية، هو ويحيى مش في الدائرة الأولى، في الدائرة الثانية هذه اللي راهم قاعدين يكثروا فيها أرباب المال، هذا الناس اللي ملياردير جدد، هذا اللي عاد عندهم وزن سياسي. كاينين مافيا كونتر مافيا، حتى ويحيى عنده المافيا المالية نتاعو، ما يلعبها الناس زورو، شغل زعما هو نظيف ما كان، وحتى التكتيك نتاعو، التكتيكيات نتاعو هذه اللي يتمشى بها كيما الاستقالة هذه، يعني يستعمل الجو، خطر شي على باله باللي حتى هو فوقه سحاب نتاع فضائح كبيره اللي لازم يتصرف بها. ثم لما يندد بالمافيا سي يحيى هو ثاني وعضو من مافيات اللي فيها ارباب المال سحابه، لربما حتى الشركاء نتاعو. هذا من جانب واحد اخر. واش اللي تغير في قلب النظام؟ مش يتغير، هي في التسعينات من نهار اللي حبسوا المسار الانتخابي هذاك، المأساة هذيك الكبيرة هذيك، كانوا جنرالات وكل واحد مبرونشي لونتان نتاعو، واحد مع الأمريكان، واحد مع فرنسا، واحد كذا، كانوا هما يتصرفوا في الرسمي في كلش. بشوية بشوية تبدلت الأمور، ثم التأخيرة هذه لما دخلوا الدراهم الكبار هذا طاحوا لهم على بالك، راهو الجزائريين ما يعلموش باللي راه يدخل تقريب 1,000 مليار دولار في 12 سنة، 900 مليار دولار، 1,000 مليار دولار. ثم من هذاك الوقت بداوا الحلقات تتوسع، وبداوا الجماعة أرباب المال صحابهم الزبائن تاعهم بداوا يتوسعوا، بداوا يغلاظوا ويخشانوا، ومن بعد بشويه ولا عندهم وزن حقيقي. وهذا القوى تاع المال هذه اكل
بدون يعني سونز اكسبسيون، وكل مبرونشيه في الخارج وكل عندها مصالح، الشركات اللي راهي تخدم في الصحراء في البترول والغاز وكل ما يدور حوالي هذه الامور هذه بالملايير تاع الدولارات، وكل عندهم شركاء جزائريين وكل. شي اللي تغير هو اليوم ما بقاو في الدائره الاولى في لو سونتر في لو كور دي بوفوار في لو نوايو، ما بقاش دي كلون كيما واحد الوقت كانت جماعه بوتفليقه كونتر جماعه دي ار اس زعما زعما. زرك كاين ان كلون، اون سول مافيا، اون سول فامي، ويعلموا الجزائريين باللي حتى في الميدان العرقي يكونوا كل بعضهم البعض، كل متزوجين مع بعضهم البعض، خاوتهم بني عمهم كذا، يكونوا بعضهم سيتيون فري فامي. الوغ في النوايو سونترال واش كاين؟ كاين الاولين لي بلوز امبورطون الغلاط صحاح تاع الصح، ما بقاش ديراس تاع هذاك العام، هما الاخوه بوتفليقه وبالاخص السعيد بوتفليقه. طيب ولكن هناك من يقول جمال الدين ربما هو الرئيس الحقيقي. نعم جمال الدين، هناك من يقول ربما هذه صورة فيها نوع من المبالغة خيالية شوية يعني في الواقع، أنه ربما الواقع يختلف. هناك من يقول ربما أنت ربما بعيد نوعا ما عن الجزائر، وأن الواقع تتغير، وأنه ربما الواقع ليس كذلك في الجزائر. إيه اللي يقول كيما هك من حقه، ولكن أنا نظن وأنا هذا الشيء هذا ما أنا هكا ولا مش هكا، هذه حقيقة على كل حال. طيب الحقيقة طيب دعنا ناخذ وجهة نظر إعلامي جزائري آخر، دعنا ناخذ وجهة نظر وابقى معنا، دعنا ناخذ وجهة نظر إعلامي جزائري من الجزائر بوعلام غمراس الكاتب والصحفي الجزائري بوعلام. طبعا استمعت إلى ربما إلى قراءة جمال الدين بن شنوف يقول بأن الأمور تغيرت، هل فعلا تغيرت المعطيات السياسية؟ ما أنه طبعا ربما احنا نتحدث نطرح نفس الاسئله طبعا، ولكن هناك من يقول ربما هذه الاسئله اسئله اصلا المعلم الذي يعرف الاسئله والاجابات، المعلم في الجزائر المحرك الامور، الطقس السيء والجيد مثل ما وصفه صديق حتى ربما يحل الامور ويربطها، ربما الامور ليست بهذه الصوره، ما رايك؟ يعني انه الأمر لا ربما لا يتعلق بهذا السيناريو كما يرتب الإطاحة بيحيى، ثم ربما الدور على بن خادم، ثم أبو جرة، ثم ربما حتى إعادة ترتيب المشهد بلاعبين جدد، ما رأيك؟ يعني جمال يعني خلينا نتفق أنه منظومة الحكم في الجزائر هي من أغمض ما يكون يعني في العالم، يعني نظام الحكم غامض في الجزائر، ويعني يصعب حتى مجرد الاقتراب من حقيقة ما يجري في البلاد وما يحدث. تنحية ويحيى طبعا حدث لافت، يعني الرجل يقود حزبه منذ 13 سنة، والأشخاص الذين صاروا ضده يوجد عدد كبير منهم أوفياء، يعني بين عشية وضحاها اكتشفوا أن يحيى ديكتاتوري ويقبض بيد من حديد على مقاليد الحزب ويقصي المناضلين الأوفياء كما قالوا. أكيد أن هؤلاء تحركوا بإيعاز، وتحركوا من طرف الجهة التي فبركت التجمع الوطني الديمقراطي عام 97 لإحالة الأفلان إلى المتحف، وهي نفس الجهة التي ثبتت يحيى بين 13 سنة على رأس الأرندي، وهي نفس الجهة أيضا التي أمرت يحيى بالرحيل عن هذا الحزب الأشبه بجهاز. أكيد الأمر يتعلق بانتخابات معينة لانتخابات 2014، لا أحد الآن يمسك بخيوطها ويعرف ماذا يجري هناك. هل الأمر يتعلق بلعبة بين جهاز الأمن وبين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة؟ نحن نعرف أنه أقوى مؤسستين في البلاد هي جهاز الأمن ومؤسسة الرئاسة. هل كما يقال
كما يشاع انه يحيى اصبح مقربا كثيرا من شقيق رئيس الجمهوريه سعيد بوتفليقه، ما اوحى بانه بوتفليقه يحضر لخلافه يحضر بنفسه لان يستخلف نفسه في الرئاسه باحمد ويحيى، وان جهاز المخابرات لم يعجبه ذلك، وتنحيه ويحيى من الاندي رساله من جهاز الامن على انه هو من يحضر خلافه بوتفليقه وليس بوتفليقه نفسه. يعني كلها استفهامات مطروحه حاليا، رؤيه غامضه، واتصور انه لن تنجلي الرؤيه بعد فترة طويلة. طيب ما هي الأصداء؟ طبعا في طبعا التحليلات الإعلامية كثيرة يعني، ولكن بروز مثلا أيضا لاعبين جدد يعني المثير أحيانا حتى بشكل سوريالي، يعني بروز مثلا موقع إلكتروني لجنرال يتردد بأنه لجنرال معين، ينشر موقعا عن عودة جنرال اللي هو الجنرال بتين، الموقع للجنرال كما يتردد للجنرال نزار، ينشر خبرا وتحليلا عن عودة جنرال آخر هو الجنرال بتشين إلى الساحة، وأنه هو الذي في الحقيقة وراء جزء كبير من الذين انقلبوا ويريدون وأطاحوا عمليا الآن بأويحيى. ماذا يحدث يعني؟ هل هذه السنة طبعا تحضيرا للرئاسيات وربما حتى عن تعديل الدستور ستشهد دخول لاعبين جدد وربما مع وخلطة كبيرة كما يقول التعبير الشعبي الجزائري؟ هي خلطة كبيرة أو تكتوكة كما يقال في بعض المناطق عندنا في الجزائر. صحيح أنه نشهد بروز أوراق جديدة، هل هذه الأوراق ستكون فاعلة نافذة أو مؤشرة على مشهد جديد في الجزائر، أم هي مجرد أوراق رميت هكذا في الساحة لتحرق؟ يعني البلد مفتوح على سيناريوهات كثيرة. صحيح أنه هناك حديث عودة لمحمد بتشين الجنرال القوي سابقا، العودة إلى لعب دور معين، هل هذا ممكن يعني بعدما اختفى منذ 15 سنة؟ ومن هو الجناح في النظام الذي رمى هكذا بورقة بتشين؟ وقبله يحيى قيدوم وزير الصحة الطبيب الجراح الذي اختفى عن الأنظار والذي يعاني من مرض خطير يعود بهذه القوة وبإعاز من جهات معينة. الأكيد جمال أننا نشهد ترتيبات جديدة لنظام الحكم مرتبطة أساسا بانتخابات 2014. هذا طبعا كل ترتيبات هذه يمكن أن تسقط في الماء كما يقال، لو انه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عزم وعقد العزم على الترشح لولايه النصر، الرجل لو تسمح له صحته او لياقته البدنيه سوف يترشح لا شك في ذلك، وشقيقه سعيد بوتفليقه يدفع في هذا الاتجاه. اذا العمليه يعني نشهد شد وجذب بين اكبر المؤسستين في البلاد، والخيوط هذه ستنجلي على مقربة ربيع عام 2014 موعد الانتخابات الرئاسية. بوعلام غمراس الكاتب الصحفي الجزائري، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر دائما دكتور عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة حمص. دكتور مقري، ماذا يحدث؟ طبعا الحديث الآن ربما عن هناك من رجح أيضا إعادة في إطار طبعا السيناريوهات المطروحة بعد الإطاحة على بيب الخادم، ربما إعادة حتى نفس الخلطة السياسية صح التعبير بتحالف رئاسي بالأرندي طبعا الواجهة الثانية للسلطة كما يوصف طبعا، وإلى إضافة إلى الواجهة الأولى الأفلان، وطبعا دائما الإسلاميون كتكميلة لهذه التبخة. هل هناك إمكانية لأن يكون الإسلاميون أيضا مرة أخرى أرنبا في أو دعنا نقول ربما نخففه قليلا رقما يعني طبعا معتادا صغيرا يلعب به في المعادلات التي تطبخ كما يتردد في مخابر السلطة؟ والله نحن قررنا بشكل واضح والرأي العام كله يعلم باننا في موقع المعارضه، ولا شأن لنا بما يطبخ على الاطلاق
في تجمع الوطن الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، ونحن في كل الأحوال فيما مضى والآن حركة تحكمها مؤسستها وحركة سيدة في قراراتها، سواء كانت هذه القرارات صائبة أم خاطئة، ولكن هي في كل الأحوال قرارات سيدة. وكل الذي كل الذي يحدث الآن هو مرتبط يعني بتحولات كبيرة في أعلى درجات هرم السلطة، لأن المعلوم بأن المكان الوحيد الذي فيه تنافس حقيقي على السلطة هو في أعلى مستويات هرم السلطة، وليس لا في الانتخابات التشريعية ولا في الانتخابات البلدية. فلذلك اقتراب سنة 2014 وحالة الشك والتردد في ترشح الرئيس لعهدة رابعة أم لا، كذلك يعني مختلف الألوية المشكلة حول الرئاسة، وكذلك المشكلة في مختلف مؤسسات الدولة الأخرى المتعودة على صناعة الرؤساء، كل هذه التحولات هنا وهناك هي التي تفرز ما نراه الآن وما نقرأه في وسائل الإعلام. ما نقرأه في وسائل الإعلام هي مجرد ظواهر لتحولات لا يعرفها أحد ولا يطلع عليها أحد. دكتور عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة حمص، شكرا جزيلا لك. نعود إلى جمال الدين بن شنوف الإعلامي الجزائري المستقل. جمال الدين، استمعت إلى تحليلات زميلك بوعلام غمراسة ويتفق معك في نقاط طبعا، وربما نقطة لافتة أيضا في كلام جمال الدين بن شنوف، بالأحرى الدكتور عبد الرزاق مقري أستاذ جمال الدين بن شنوف، قال بأنه ربما في القراءات الإعلامية هناك إشارات، يعني ديزانديس ربما لما يطبخ، يعني ألا يبدو يبدو ربما للمتابع يعني للعبد الضعيف، أنا مثلا بدا لي سرياليا أن يهتم مثلا موقع يتردد أنه لجنرال خالد نزار بجنرال آخر بعودته إلى الواجهة وللعب دور حتى في الإطاحة بيحيى، مع أنه يقال أنه بتشين هو الأب الحقيقي يعني لهذا الطفل، طفل الأنابيب كما سمي، الذي طبخ في المخابر وولد بشلاغمو كما قيل، الأرندي، حزب الأرندي. ماذا يحدث؟ هذه ربما مؤشرات على خلوطة كبيرة مع هذا العام الحاسم لانتخابات ربما حاسمة، أيضا انتخابات رئاسية حاسمة. نهضروا عن رجوع بتشين ونزار وجماعة هذه اللي خلقت زعما سوا ديزون صحف انترنت، كيما خويا جمال، لو كان نقول لك على بالكش باللي بطروني وبنشيخ وحتى الالماس راح يرجعوا للفريق الوطني، نفس الشيء، سي لا ميم شوز. الامور تغيرت تماما، واللي زاكتور كي سون اوجوردي اللي راهم اليوم في الحلقه الاولى حاجه واحده اخرى خلاص. واليوم الشيء اللي ربما ما يعلموش الجزائريين هو انه كاين تقريب 200 جنرال في الجزائر، 200 والناس اللي عندهم وزن سياسي ماشي غير في الدراس كما يحسبوا البعض، راهم حقيقه هاد لا بوليس بوليتيك كونتر غيمي كينا دو بوليتيك لو نو، حقيقه عندهم وزن، زوج ولا ثلاثه ولا اربعه جنرالات في الدراس، ولكن كاين جنرالات في القياده العليا للجيش لو كوموندمون ميليتير. طيب ولكن هذه النظريه جمال الدين بن شنوف يقال بانه تكررت كثيرا، وانه ربما لم تعد هناك في يعني لها ربما صدى في الواقع، يعني ربما الامور تغيرت كثيرا، يعني حتى المؤسسه العسكريه قالت بانها نأت من فتره يعني تجديد عن السياسه، وانها حتى لا تحب ان توصف بانها لا غروند ميوات كما تسمى، يعني انت تعرف هذا التعبير. يعني لا هما لي زوكسيدونتو الديمقراطيات الغربيه يسميوها لا غروند ميوات، خاطر شي ما لازمش يكون عندها حق للكلام في الساحه السياسيه. تاعنا هنا ماشي لا غروند ميوات، مادام ما كانش اللي عندك لو دروا على بارول قدها هي.
طيب نحبه ولا نكرهه، اليوم الجيش بالاخص دي ار اس والاو كوموندمون جانب اساسي ومهم جدا من السلطه الحاليه، مش وحدهم، ما بقاوش وحدهم، معاهم قوى نتاع المال ومعاهم الاخوه بوتفليقه والزبائن نتاعهم اللي راهم اقوى فاقوى كل نهار، نحبوا ولا نكرهوا. طيب طيب في اعتقادك الوقت يضغط، الوقت الصحافي في الجزائر اللي نعم. ما بالوش بهذا الواقع، الوقت يضغط علينا، في اعتقادك ما هي في اعتقادك السيناريوهات الممكنه هذا العام 2013؟ طبعا يقال بانه عام تغيير وتعديل الدستور، وطبعا العام المقبل عام الحسم 2014 الرئاسيات. انا نظن شخصيا باللي ام عندهم درك راهم قاعدين يخموا على زوج حلول ممكنه. يعني الحل الاول هو حبوا يطولوا في العهده الحاليه، يرجعوها 7 سنين باش يخليوا بوتفليقه يبقى يزيد يبقى من بعد ما يكمل ما تكمل العهده نتاعو، ولكن هذا اساسيا فوندامونتالمون ضد القانون، باسكو ما تنجمش دير قانون على شيء اللي صراه في الفايت. دير قانون il n'y a pas de rétroactivité dans des dispositions constitutionnelles de ce type. هذه اولا. الحل الثاني اللي ربما راهم قاعدين يخموا فيه هو انه قاعدين يوجدوا في عهده رابعه لبوتفليقه. وعلى كل حال هذا في هذا مهما كان الشيء اللي راح يخرج من الطبخه هذه، هو انه الجماعه القليله جدا هذه اللي راهي في 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 قلب النظام قاعده تخطط وحدها، والشعب بالنسبه لها هي، وحتى الاحزاب هذم كيما لا راندي ولا فلان ولا ماسبي والزوي والعروش، هذم كل بنادر برك باش يسخنوا الساحه. ونظن باللي انا نظن باللي الحل راح يروح العهده رابعه لبوتفليقه. جمال الدين بن شنوف الاعلامي الجزائري المستقل، شكرا جزيلا لك. الى هنا ناتي مشاهدينا الكرام الى نهايه هذه الحلقه من الحدث المغاربي، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.